ردت صاحبة السمو الملك الأميرة للا حسناء رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة الخطوط العريضة لوضع برنامج مستمر للتقييم والمراقبة الإيكووبائية للمخاطر الصحية المرتبطة بتلوث الهواء في الوسط الحضري، كما دعت سموها الفاعلين الاقتصاديين إلى الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي في أنشطتهم. وبالمناسبة تم توقيع اتفاقيتين، الأولى تتعلق بإعطاء الانطلاقة للدراسة الإيكووبائية التي تهدف إلى تقييم آثار تلوث الهواء على صحة السكان في جهة الدار البيضاء. أطراف الاتفاقية مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والوزارة المعنية بالموضوع وولاية الدار البيضاء الكبرى. وستساعد هذه الدراسة بفضل ما توفره محطات القياس من معطيات على تحيين واستكمال ما تم من دراسات حول آثار التلوث بين سنتي 1999 و2001 بالدار البيضاء الكبرى. وسيتم العمل بشكل تدريجي على تعميم النموذج الذي أعد بهدف تغطية شاملة لجميع كبريات المدن. وترمي الاتفاقية الثانية التي وقعت بين مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والاتحاد العام لمقاولة المغرب إلى وضع برنامج المقاولة الإيكولوجية والذي يتلخص في هدفين. الهدف الأول تعميم ثقافة حماية البيئة لدى المقاولات، والهدف الثاني المساهمة في إنشاء إطار تشريعي لحماية البيئة، وذلك بتشاور مع السلطات العمومية. وفي هذا الصدد يجري تفعيل برنامج مدارس بيئية التي يتوخى تطوير الوعي البيئي لدى أطفالنا منذ مرحلة التعليم الابتدائي، وذلك بالشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين الذين يوفرون الدعم المالي للبرنامج ويساهمون بما لديهم من خبرة في تصميم وبلورة البرامج. هي إذن مشاريع ستنجز خلال هذا العام تعزيزا للبرامج التحسيسية والتربوية وسعيا لتشجيع أكبر عدد من المقاولات على الانخراط في هذا المسار.